اختتمت جمعية طنجة مدينتي فعاليات الدورة السابعة للتحضير للامتحانات والتدريب على اجتياز المباريات لولوج المعاهد العليا، وهو نشاط دأبت على تنظيمه على مدى 7 سنوات. حنا كتعرفوا الدراري ديال البكالوريا ملي كيساليو كتكون واحد المحطة ثانية أنهم خصهم يدوزوا المباريات العليا الامتحان لولوج الامتحانات، وحنا كنستقبلوا يعني الطلبة المتميزين اللي كيحصلوا على نقاط عالية، هما اللي كيتخول لهم المعدل ديالهم أنهم يدوزوا لي كونكور ديال لي كروند زيكول، سواء لي زيكول دانجينيور، لي زيكول ميديسين اكسيتيرا. دونك حنا في الفاز الأولى كنحاولوا نبريباريو معاهم هاد لي كونكور، كنوجدوهم لهاد لي كونكور واحد بواحد، ولا فاز دو كنديرهم إن سيميلاسيون، يعني بحال اللي كيدوزوا الكونكور كيف ما هو في الواقع، ومن بعد كنديروا التصحيح. دونك بحال اللي كيدير واحد النظره شامله على لي كونكور باش ملي كيمشيو للمباراه يكونوا موجدين بطريقه مهيئه بطريقه مزيانه. طنجة مدينتي كتقوم بهذا الدور على مدى 7 سنوات، بالإضافة إلى هذا كتقوم بدورات تكوينية للطلبة في بعض المواد اللي كيكون عندهم نقص فيها، مثلا مواد العلوم الطبيعية، الرياضيات، والعلوم الفيزيائية. التلاميذ كيستافدوا من هذه الدورات باش كيعوضوا النقص اللي كيكون عندهم في هذه المواد، وكيقدروا يدوزوا امتحان في ظروف جيدة وصحية. عمدت طنجة مدينتي منذ تأسيسها على خلق دورات تكوينية للتلاميذ لاجتياز الامتحانات بسلاسة لولوج المدارس العليا وبلوغ الهدف.